الله الله، ايه الشياكه والجمال ده كله؟ بدله تاكل منك حته. تاكل ولا ما تاكلش بقى؟ ايه ده، في ايه مالك؟ ما فيش يا عم، زي الفل الحمد لله. بتتكلم كده ليه طيب؟ استنى استنى، بتعمل ايه؟ كيف سيرفس؟ ماشي يا عم، هات. فين ايدي؟ ايه؟ طيب شوف، ما تتكلمش بس. ماشي. ولا عيسى، انت ان شاء الله تخلص المنحه بتاعتك دي، وبعد كده تعمل ماجستير ودكتوراه، ان شاء الله بقى نفتح لك مكتب هنا. ماشي، عايز حاجه؟ سلامتك، ما تضايقش نفسك انت، بس مش هتشتغل عليك وراح تعزي. سلام يا خالتي. مع السلامه يا حبيبي، ربنا معاك. صباح الفل. صباح الورد، كويس انك جيت معانا. ما اقدرش اتاخر، شكلك حلو. ربنا يسترك. انت كمان، يلا ولا ايه؟ شيرين كلمتني عنك كتير، السي في بتاعك قدامي اهو، لسه كنت ببص عليه. بص، مبدئيا بصرف النظر ان السي في ده ما فيهوش اي مكتب محاماه مهم، بس تقديراتك في الكليه وخبرتك في القضايا اللي انت اشتغلتها، وطبعا كلام شيرين عنك، مخليني عايز اجربك. شكرا يا استاذ حازم. ده شرف كبير طبعا، يعني ان حضرتك عايز تجرب. اهم من انه شرف كبير، دي مسؤوليه كبيره يا استاذ فخر. اكيد شيرين شرحت لك سمعه مكتبنا وشطاره المحامين اللي بيشتغلوا معانا. احنا موكلين يا استاذ فخر من كبارات البلد، يعني هنا لا مجال للخطا. مفهوم؟ مفهوم طبعا. أوكي.